السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حصاد العربية نيوز للأخبار الوطنية والدولية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما جديد الأخبار. الرحلة الأخيرة لسيارة الأجرة وسائقها، رحلة الموت إثر اصطدام السيارة بنخلة وسط الطريق بشارع الجولان بعمالة بمسيك الدار البيضاء. أفاد شاهد عيان أن سائق سيارة الأجرة فقد السيطرة على السيارة واصطدم بنخلة كبيرة بشارع الجولان ليلقى حتفه في الحين، كما لقي أحد الركاب مصرعه في مكان الحادث. وفور علمها بالخبر هرعت عناصر الأمن إلى مكان الحادث وتم نقل الضحيتين إلى مستودع الأموات بواسطة سيارة إسعاف وفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ملابسات الحادث. يعني شوفوا في كان مريح مسكين الزبون، شوفوا المكان ديال الزبون مسكين الله يرحمه. شوفوا المكان ديال الزبون كيفاش ولا، الله يرحمه يا ربي. يعني كانت إصابة قاسحة وقاسحة بزاف. شوفوا سيارة أجرة كيفاش ولات، كاملة الضغطات كاملة مشات. متشش متشش إنا لله وإنا إليه إذا راجعون، الله يرحمهم يا ربي والله يصبر الأهل ديالهم. يعني جوج الأشخاص توفى والله يرحمهم يا ربي. كما تشوفوا معنا أن النخلة تقسمت على جوج. إنا لله وإنا إليه لراجعون، الله يرحمهم يا ربي والله يصبر الأهل ديالهم. نشكركم على حسن المتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. إلى اللقاء.